الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات. أسعد الله مساكم مشاهدينا، أهلا بكم في النشرة الجوية الخاصة بأمسية اليوم ونهار الغد 29 سبتمبر 2016، ونستهلها كالعادة بدرجات الحرارة المتوقعة والخاصة بهذه الليلة بحول الله دائما تبقى مستقرة. نرتقب في حدود 17 درجة على وهران تلمسان حتى بالجزائر العاصمة، 16 درجة على عنابة والقالة، 12 درجة بالجلفة، 11 درجة بالبيض ونعامة، 9 درجات فقط بتبسة وخنشلة. بالمناطق الجنوبية دائما تبقى مستقرة، نسجلوا في حدود 22 درجة على تندوف، 18 درجة بشمال الصحراء، 20 درجة بالجنوب الشرقي على منطقة إليزي وعين أميناس، 34 درجة أقول نسجلها كأعلى حد بمنطقة تيميمون وأدرار، وبين 23 و24 درجة بالمرتفعات الهجر وتاسيري وأقصى الجنوب الجزائري. إذا عن الوضعية الجوية المتوقعة لصبيحة الغد بحول الله، دائما مع الاضطرابات الجوية نشهد أجواء غائمة إلى ممطرة تنحصر بالهضاب العليا الوسطى الغربية تمتد إلى الجنوب الغربي، بينما تكون الأجواء مغشاة جزئيا بباقي المناطق الشمالية شمال الصحراء وصولا إلى الجنوب الكبير باستثناء بعض الخلايا الرعدية المنعزلة تنحصر بمرتفعات الهجار والتسيلي وأقصى الجنوب الجزائري. إذا من أحوال الطقس نمر مباشرة إلى درجات الحرارة المتوقعة والخاصة بظهيرة الغد بحول الله. سوف تعرف ارتفاع أقول ملحوظ ومحسوس خاصة للمناطق الساحلية، بحيث سوف نرتقب في حدود 28 درجة على وهران، 25 درجة على الجزائر العاصمة، 26 درجة على عنابة، 22 درجة على تبسة وخنشلة، 17 درجة بالبيض والنعامة، 24 درجة بشمال الصحراء، 28 درجة على الجنوب الشرقي من الوطن بإليزي وعين أميناس. في أو أقول على منطقة الثورة سوف نعرف أو سوف تعرف درجة الحرارة انخفاض محسوس وملحوظ، بحيث سوف تصل إلى 20 درجة، 34 درجة على منطقة تندوف، 35 درجة على الصحراء الوسطى، وبين 39 و40 درجة بمرتفعات الهوكار والتسيلي وأقصى الجنوب الجزائري. إذا للملاحة والصيد البحري مشاهدينا، البحر سيكون قليل الاضطراب محليا على الواجهة الشرقية والوسطى، يكون هذا بفعل رياح تكون شمالية شرقية سرعتها قد تتراوح بين 20 و30 كيلومتر بالساعة. أما فيما يخص الواجهة الغربية فيكون البحر من مضطرب إلى محلية نهائج، دائما أقول سرعة الرياح تقدر تتواصل أو تتجاوز 40 كيلومتر بالساعة، أما عن اتجاه الرياح فتكون دائما شمالية شرقية. ختام النشرة يكون كالعادة بمواقيت شروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة وما جاورها، بحيث شروق الشمس راح يكون بإذن الله تعالى على الساعة 6:41 دقيقة، أما الغروب راح يكون بتمام 6:33 دقيقة. كل هذا والله أعلم، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. الأحوال الجوية برعاية جام للتأمينات.